محتاجين ارانب تكون مغسوله كويس جدا في ميه وملح وخل ودقيق، اوكي، وبعدين شطفناها كويس قوي من ميتها، ده يعني حاجه اساسيه جدا في الارانب. بعد كده عشان نسلقها محتاجين حبهان، لورا، مستكه، قرفه، فلفل حصى او فلفل حب، زعتر، روزماري، بصل، جزر، كرات، وميه مغليه. والحاجات دي هي نفس الحاجات اللي احنا بنستخدمها في اي سلق، يعني مش سلق الارانب بس، اوكي. هحط بالترتيب كده بالراحه في الميه، في ميه سخنه على النار، ادي ملح، فلفل حصى، عيدان من القرفه، روز ميري فريش، زعتر فريش، لورا، مستكة، وحبهان، كرات، بصل، جزر. هينزل عليهم الأرانب بعد ما اتغسلت كويس جدا وتصفت كويس قوي من الغسيل. ده اللي أخد نص تسويته على الهواء واحنا مع بعض، انا بس صفيته وانتوا في الفاصل. هعمل فيه ايه بقى؟ هقول لكم. هجيب بوله صغيره، بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد فيها معلقه زيت، زيت ذره، ممكن زيتون طبعا، ملح، فلفل اسود، قرفه، حبهان، روزماري. ده الأرانب المسلوقة والمحمرة يا هبة. زعتر، أوكي، صلصة، وهقوم مدوبة الكلام ده مع بعضه، وهقوم منزلاه على الأرانب هنا في الإيه؟ في الطاجن أو في الصينية أو في البايركس أو في أي حاجة، وابتدي كده إيه؟ أمسح بيه الأرانب كلها. آدي أول طريقة، وده هيدخل الفرن يكمل تسويته وياخد لونه. طيب، تاني حاجة، طاسة على النار سخنة مسخناها أنا طول ما أنتوا في الفاصل، هنزل عليها سمنة بلدي، ينفع زبدة ينفع زيت مع السمنة هحط لورا ومستكة وحبهان، روز ميري، زعتر، قرفة، وهنزل عليهم ده أرنب كنا سلقينه قبل الهوا. أهم حاجة أي حاجة بتتحمر على النار في سمنة إن إحنا، بسم الله الرحمن الرحيم، إن إحنا ننشف الحاجة دي كويس قوي، عشان كده أنا حطاها على مناديل مطبخ، وكنت حاطة فوقيها كمان مناديل مطبخ. أهي آدي الأرانب بطريقتين مختلفين، الأساس فيها الأرنب المسلوق، تمام، والتاني اللي في الطاجن هيدخل الايه، هيدخل الفرن.